ما فيش فرق ما بين الراجل والست، والشغل مش عيب. في الوحش وفي الحلو، بس الحمد لله ان الحلو اكتر. كل اللي بنحلم بيه بقى ان احنا يبقى لينا مكان نافي. عندي 33 سنة، شغالة في هاند ميد بقالي داخلة على سنة اهو. الموضوع ابتدى ان انا يعني كنت عايزة اعمل حاجة ليا، فنزلت اجيب خرز، ابتديت ان انا اجمع الوان واشكال مع بعض، لقيت الفكرة حلوة وقلت ليه ان انا ما اشتغلش فيها. ابتديت اجيب خرز كتير بقى وابتديت اجيب الوان كتير. اهم حاجة في الموضوع ان انت تنسق الالوان مع بعضها، فكرة تنسيق الالوان مع بعضها دي مش سهلة، ان انت تحط الوان مع بعضها وتطلع حاجة حلوة تعجب الناس. وابتديت بقى اجيب ماتريال كتير، والموضوع ما كانش ينفع ان انا ابتديه لوحدي، فكلمت اسراء وكلمت نغم وابتدينا المشروع احنا الثلاثة مع بعض، والحمد لله. فرح واسراء ونغم، احنا ابتدينا مع بعض، جبنا عربية وعملنا فرع اللي هو الاكسسوار. فرح علمتني حاجات كتير وعلمت اسراء، احنا الثلاثه اتعلمنا مع بعض موضوع الاكسسوارات دوت. فبنيجي الساعه 3 كل يوم كده نصحى مع بعض، واسراء بتيجي يعني بنتعلم مع بعض كلنا في البيت مع بعض، عاملين ورشه صغيره كده. الفكره دي كانت فكره فرح من الاول، قالت ايه احنا هنجيب العربيه ونعمل عليها اكسسوارات. الفكره دي حلوه، وقلنا بقى عايزين نكبر نفسنا وكده، فقلنا لو ربنا كرمنا ورزقنا وكده هنفتح بازار ان شاء الله. كنت بشتغل الهاند ميد ده من وانا في الجامعه وبعمل لنفسي. جت فرح كلمت معايا يلا نعمل مع بعض، يلا ندخل مع بعض، قلت لها خلاص ماشي. اتعلمنا مع بعض، علينا مع بعض، اشتغلنا اكتر، اشتغلنا جملة، بدأنا نوزع في محلات. بس حبيت لقيت ان المكسب قليل قوي، فكنت حابة ان احنا نوصل، فمش حبيت ان انا اعمل حاجة لنفسي. انا معايا عربية صغيرة، قلت انزل الشارع، وانا ما عنديش امكانيات ان انا اعمل محل، فنزلت بالعربية ووقفت باكسسوارات. واول يوم ليا كان اصعب يوم في حياتي، كنت نازله كنت خايفه اصلا انزل. بدات ان انا اكلم مع فرح، قلت لها انزلي معايا، قالت لي مش هعرف، مش هقدر ان انا اقف قدام الناس نتكلم او كده، اخاف موضوع الشارع، لو محل اوكي. اول يوم كان في مضايقات طبعا، بس كان في مقابل ان كذا حد يجي يقول لي ايه عايش، انت كويس، ده اللي انت بتعمليه ده كويس. ف تمام، في ناس تقول ايه يعني انت بنت ازاي تقفي في الشارع. هي جت كده ان العربيه صغيره، قلت استخدمها بكذا شكل. يعني انا كنت عايزه اعمل العربيه اصلا قهوه وشاي، قلت لا، ما انا بعمل حاجه وانا فنانه في حاجه معينه او عندي مهاره في حاجه معينه، طب ما انا انتهز الفرصه دي واقف بالعربيه. ووقفت واشتغلت على الاكسسوارات. محدش من اهالينا كان معترض على ان احنا نشتغل الشغلانه دي، بالعكس يعني كل اهالينا بتدعمنا قوي. ساعات بيجي عليا وقت معيش فلوس ان انا اجيب شغل، اهالينا بتدينا وتقول لنا خلاص انزلوا وهاتوا وشوفوا انتوا محتاجين ايه، فالدعم كله من اهالينا. بس كل الاعتراض على حد الوافق الشارع، بس الحمد لله احنا بنات ب 100 راجل وقدها يعني الحمد لله. مفيش فرق ما بين الراجل والست، والشغل مش عيب. اولا البنت بردك لما تطلع وتشتغل دي مش عيب خالص، يعني الراجل بردك لازم يشجعها. وعلى فكره جوزنا كل واحده متجوزه، فرح وانا متجوزين واسراء لسه، يعني كل واحده جوزها بيشجعها. وفي ناس كتيره بتيجي وتشجعنا وتقول برافو عليكم والحاجات جميله، وبيشجعونا كتير قوي بصراحه. كان في مضايقات كتيره قوي حصلت في الاول خالص، وبجد الناس اللي في الشارع وقفوا معايا جدا. كان في ناس عملت معايا مشاكل، بدات ان انا اعديها خالص.
في الوحش وفي الحلو، بس الحمد لله ان الحلو اكتر. وفي نفس الوقت انا ماليش دعوه يعني بكلام الناس، عشان لو انا الكلام هيتعبني نفسيا. احنا ابتدينا صغيرين ومفيش حد بيعلى مره واحده، واللي بيبتدي صغير ان شاء الله هيكبر، وعندنا طموح ان احنا نكبر ونكون حاجه، وكل اللي بنحلم بيه بقى ان احنا يبقى لينا مكان نصي. نفسي ان احنا المشروع بتاعنا دوت يكبر ويوصل لمية حد، يعني يوصل للناس كلها. انا الحمد لله راضيه والحمد لله مبسوطه بالشغل اللي انا فيه، وان شاء الله ان شاء الله اكبر.